يتم معاقبة شخص في إطار هي شروط ضمانة المحاكمة العادلة فهي محاكمة غير قانونية، لأن لجنة حقوق الإنسان رقم 33 لعام 2003 أكدت أن لكل إنسان الحق في أن يحاكم أمام الهيئات القضائية المنشأة بحكم القانون، لذلك فهو خارج القانون فهو يندرج في إطار عدالة الانتقام وعدالة المنتصر. الوقت تيزحم إلى بعض دخل بالنسبه للمناخ الديمقراطي لدور المحامي المحاكمه العادله عندي انا واحد المدخل. اشنو هو؟ هو بالنسبه للترتيب الدستوري، بالنسبه للتصدير ما كان سابقا هي التباجه، التصدير في الوثيقه الدستوريه الحاليه، توابت المملكه المغربيه، الاسلام، الملكيه، الوحده الترابيه، احترام حق الانسان كما تعرفون عليها، كوني اضفت لها شنو؟ تشتت الديمقراطية، لذلك ضمانات المحاكمة العادلة تدخل في إطار احترام مبادئ يكون لحقوق الإنسان في إعمال توصيات لهيئات الإنصاف والمصالحة لجلالة الملك في إطار السامي ديال 9 مارس 2011 أكد على أن مرتكز من مرتكزات البناء الديمقراطي. في الختام، في الحقيقة هذا واحد أنا هنا واحد الرسالة موجهة للمحامون الشباب بالنسبة للطلبة ديال الماستر، هم يجب أن تكونوا فخورين بنساء ورجال القضاء والمحامين. علاش؟ لأن في هذه الجلسة كان هناك نقد ذاتي، وربما أنا بحكم يعني زيارتي واحد مجموعة من الدول العربية والإسلامية على النقاش ما يكونش شي دولة أخرى. لذلك فحضرت ايضا عرض وقوف المغرب امام التي استعرضت الدوله الشامله في 2008 و 2012 عفوا، وتم تهيئه المملكه المغربيه على دور القضاء والمحاماه في البناء الديمقراطي وفي اطار طيباض الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان. والان نلاحظ ما يقوم به المحامي المغربي والقاضي المغربي في اطار تخريب الحياه العامه ومناهضه الجرائم الماليه في اطار البناء الديمقراطي. اشكر مره اخرى هيئه المحامين على المبادره الطيبه، وبالنسبه لطلب الماستر تيقنوا وتاكدوا بانني فخور.